شباب الجزائر هكذا كونوا أو لا تكونوا. أتمثلها منتقد العظمات فكان تحتمل جوانبه من ذكاء القلب وسهامة الفؤاد ونشاط الجوارح. أتمثلها مقداما على العظائم في غير تهور، لحجاما عن الصغائر في غير جبن، مقدرا موقع الرجل قبل الخطو، زائد الأول الفكر آخر العمل. أتمثله واسع الوجود لا تقف أمامه الحدود، يرى كل عربي أخا له أخوة الدم، وكل مسلم له أخا له أخوة الدين، وكل بشر أخا له أخوة الإنسانية، ثم يعطي لكل أخوة حقها فضلا أو عدلا. أتمثله حلف عمل لا حليف بطالة، وحلف معمل لا حلف مقهى، وبطل أعمال لا ناظر أقوال، ومرتاب حقيقة لا رائد خيال. أتمثله برا بالبداوة التي أخرجت من أجداده أبطالا، مزورا عن الحضارة التي رمته بقصورها فأرخت أعصابه وأنفت سمائلا وخلفت طباعة وقيدته بخيوط الوهم، ومجت في نبعه الطاهر السموم، وأذهبت منه ما يذهب القفص من الأسد من بأس وقبله. أتمثله مقبلا على العلم والمعرفة، يعمل الخير منها إقبال النحل على الأزهار والثمار لتصنع الشجر والشمع، مقبلا على الارتزاق إقبال النمل تجد لتجد وتدخر لتفتخر، ولا تبالي ما دامت دائبة أن ترجع مرة منجحة ومرة خائبة. وأحب منه ما يحب القائل، أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأنبه عن كل فاحشة وقرا، وأهوى منه ما يهوى المتربي، وأهوى من الإتيان كل سمى الوعي أريد كصدر السمهري المقوم، خطت تحته العيس فلقطت به الخير كبات الخميس العرم رمي. يا شباب الجزائر هكذا كونوا أو لا تكونوا. أتمثله محمدي الصبائي ولا صخاب ولا عجاب ولا مغتاب ولا سباب، عطفا عن محارم الخلق ومحارم الخالق، مقطوع اللسان إلا عن دعوة إلى الحق أو صرخة في وجه الباطل، متجاوزا عما يكره من إخوانه، لا تنطوي أحناؤه على بغض ولا ضاغينة. أتمثله متقلبا في الطاهرين والطاهرات، ارتضع أفاويق الإصلاح الصبية وزرت غلائله عليه يدعى، فلبث في حجره ولبثت قيادمه في وكره ورفرفت أجنحته في جوه، لم يمسسه ذوق العقيدة ولا غشيت عقله سحب الخرافات، بل وجد المنهج واضحا فمشى على سوائه، والأنصار فسار على هداها، واللواء معقودا فأوى إلى ظله، ولف خطا آمنا من العثار. فما بلغ مبلغ الرجال إلا وهو صحيح العقد في الدين، مسير الاتصال بالله، مملوء القلب بالخوف منه، خاوي الجوارح من الخوف من المخلوق، قوي الإيمان بالحياة، صحيح النظر في حقائقها، ثابت العزيمة في المزاحمة عليها، يلق اللسان في المطالبة بها، ماهر الحجة في الخصوم، يأبى أن يكون حظه منها الأخس الأوكس، أمن بعقله وفكره أن يظلل في الحياة، فما أمن به ما أن يظلل في الدين، وفي الحياة كما في الدين تضليل. يا شباب الجزائر ما قيمة الشباب وإن رفت أنباؤه وتجاوبت أصداؤه وقريت أوطاره وغلاب من بين أطوار العمر مقداره، وتناغت على أفلال الأيام والليالي أطياره، وتنفست عن مثل روح الربيع أزهاره، وطابت بين التهاب اللذات واقتطاف المسرات أصائله وأسحاره. بل ما قيمة الكهولة وإن استمسك بنيانها واعتدل ميزانها وقرت على التجربة والمراس أسنانها ووضعت على قواعد الحكمة والأناة أركانها. بل ما قيمة النشيد وإن جل له الوقار بملاءته
وطواه الخباء في عباءته وامتلأت من حكمة الدهور وغرائب الأصول حقائبه ووصلت بخيوط الشرف لا بفسائل البرف جمعته وذوابه. قيمة ذلك كله إذا لم تنفق دقائقه في نشر علم ونشر حقيقة ونشر لغة ونشر أمة وخدمة طن. يا شباب الجزائر أفتقولوا أو لا تقولوا أتمثله كالغصن المروح منولا بأنداء العوبة محضر اللحى والورق من امتص منها أخضر الجلدة والأثار مما رسح له من أنسابها وأعشابها كأنما أنبتته رمال الجزيرة ولوحته سرها وسقاه سلسالها العب وغداه نبته الذكي في تشابه من عدنان تقول إنه من سر هاشم أو سرة مخزوم وما خايل من قطان تقول كأنه ذو سكن في السكن أو ذو رضاعة في قضاعة متقلبا في المنجدين والمنجدات كأنما ولدته خندف أو نهضت به أم الكملة أو حضرته أخت بني سهم أو حنتته فرح لعوبا بأطراف الكلام المشقق كأنما ولد في مكة واستوضع في إياد ورابا في مستنطح البطاع. أتمثله مجتمع الأسد على طراوة العود بعيد المستمر على بيعة الشباب يحمل ما حمل من خير لأن يد الإسلام طبعته على الخير ولا يحمل ما حمل من شر لأن طبيعة الإسلام تأبى عليه الشر. فتح عينيه على نور الدين فإذا الدنيا كلها في عينيه نجرة مشرقة وفتح عقله على حقائق الدين فإذا الدين والكون دال ومدلول عليه وإذا هو يفتح بدلالة ذاك مغارق هذا وفتح فطره على عظمة الكون فاهتدى بها إلى عظمة المكون فإذا كل شيء في الكون جليل لأنه من أثر يد الله وإذا كل شيء فيه قليل لأنه خاضع لجلال الله. ومن هذه النقطة يبدأ سمو النفوس السامية وتعاليها وتهيئها للسعادة في الكون والسيادة على الكون. أتمثله مجتلا بالخلال العربية التي هي بواسير ثمار الفطرة في سلاستها وسلامتها كأنما هو منحدر لانصبابها وقرارة لانسكابها وكأنما خلق على وفاء السموأل وحاجب وأشيد على إيثار كعب وحاتم وختم على حفاظ جساس والحارس وأغلق على عزة عوف وعروة. أتمثله مترقرق البشر إذا حدث متهلل الأسرة إذا حدث مقطوع اللسان عن اللغو قاصر الخطى عن المحارم حتى إذا امتدت الأيدي إلى وطنه بالتخون واستطالت الألسنة على دينه بالزراية والتنقص وتهافتت الأفهام على تاريخه بالقلب والتزوير وتسابق الغرباء إلى كرائمه باللص والتدمير ثار بالبرق والرعد والعاصفة والصاعقة وملأ الدنيا فعالا وكان منه ما يكون من الليل إذا بيس عرينه أو وسم بالهون عرنينه. أتمثله شديد الغيرة حديد الطيرة يغار لبنت جنسه عن ثبور وهو يملك قدرة على إحصانها ويغار لماء شبابها أن يغور وهو يستطيع جعله فجارا بالقوة دافقا بالحياة ويغار على هواه وعواطفه أن تستأثر بها السلاء الجليبة والشحن السليبة ويغار لعينيه
أن تسترقهما الوجوه المضرات والأجسام المعرات. يا شباب الجزائر، هكذا كونوا أو لا تكونوا. أتمثله حنيفا فيه بقايا جاهلية يدخرها لميقاتها ويوزعها على أوقاتها، يرد بها جهل الجاهلين في زمن تفتقت علومه عن جاهلية ثانية شر من الجاهلية الأولى، وتمخرت عقول أبنائه بوحشية مقتبسة من غرائز الدنيا للوحش اقتباسا علميا، ألبس الإنسان غير لبوسه ونقله من قيادة الحيوان إلى القيادة الحيوانية، وأثرت مدنيته عن جفاف في العقول وانتكاس في الأذواق، وقوانينه عن نصر للرذيلة وانتهاك للحرمات، وانتهت الحال ببنيه إلى وثنية جديدة في المال وعبادة غالية للمال واستعباد لئيم بالمال. أتمثله معتبرا المزاج الخلقي بين المروعة والجمود وبين النسك والفتك، تتسع نفسه للعقيق وعمار بن أبي عتيق فيصبو ولا يكبو، كما تتسع للحرم ولا تكيه فيصفو ولا يهفو، وتهزه مفاخرات الفرزق في المربل كما تهزه مراعب الحسر في المعبد. أتمثل بنور وكالسيف يروح وكالرمح، أمدح ما يوصف به أن يقال ذابل، ولكن ذاب ذبول الاهتزاز، وهذا ذبول الاعتزاز، وكالماء يمرؤ فيكون هناء يروي ويزعق فيكون عناء يرني، وكالراية بين الجيشين تتساقط حولها المهد وهي قائمة. أتمثله عف السرائر عف الظواهر، لو عرضت له الرذيلة في الماء ما شربه، وآثر الموت ظمأ على أن يرد أكدارها، ولو عرضت له في الهواء ما استنشقه، وآثر أن يموت اختناقا على أن يترسم أقذارها. أتمثله جديدا على الدنيا، يرى من شرطها عليه أن يزيد فيها شيئا جديدا مستفادا فيها، يرى من الوفاء لها أن يكون ذلك الجديد مفيدا. أتمثله مقدما لدينه قبل وطنه ولوطنه قبل شخصه، يرى الدين جوهرا والوطن صدفا، وهو غواص عليهما يصطادهما معا، ولكنه يعرف الفرق بين القيمتين، فإن أخطأ في التقدير خسر مرتين. أتمثله واسع الآمال إلى حد الخيال، ولكنه يجزيها بالأعمال إلى حد الكمال، فإن شغف بحب وطنه شغف المشرك بحب وطنه، عذره الناس في التخيل لإنشاء الحب ولم يعذروه فيه تغطية الحقيقة. أتمثله مصولا لخصومه بالحجاب والإقناع لا باللجاب والإقزاع، مرهبا لأعدائه بالأعمال لا بالأقوال. أتمثله بانيا للوطنية على خمس، كما بني الدين قبلها على خمس: الشباب آفة الشباب، واليأس مفسد للبأس، والآمال لا تدرك بغير الأعمال، والخيال أوله لذة وآخره خبال، والأوطان لا تخدم باتباع خطوات الشيطان. يا شباب الجزائر، هكذا كونوا أو لا تكونوا.